تربى ونشأ على حب الرماية التي اكتسبها من والده الذي كان يملك منشأة للأسلحة والرماية في سنة 1991. شارك في بطولة الألعاب السعودية لرماية الشوزن تراب، ويشارك الآن في بطولة العالم للرماية العملية والمقامة في تايلاند بتايا ضمن الفريق السعودي تحت إدارة المدير الإقليمي لمنظمة الرماية العملية الأمير سعود بن خالد من تايلاند. اسمحوا لي أرحب بضيفنا عبر سكايب محمد بن خالد رامي في الاتحاد السعودي. هلا وسهلا فيك محمد، ومنورنا في ساعة شباب. بصراحة يعني الرماية يمكن لها مفاهيم كثيرة وأنواع مختلفة أيضا، في أي نوع أنت تخصصت وكيف بدت رحلتك في عالم الرماية وبالتحديد الرماية العملية؟ أول شيء حياك الله. الله يحييك. أو بداية أنا إذا تسمحين لي أهني أكيد. المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الفوز العظيم أمس للمنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين. أحب أهني والدنا كلنا خادم الحرمين الشريفين، وأهني سمو الأمير محمد بن سلمان بالفوز العريض والكبير. احنا كنا امس كمجموعه طلعنا من البطوله، يعني كان الوقت اسعفنا والله الحمد ان طالع المباراه، كان الجو بالنسبه لنا جميل جدا. طلعنا المباراه في مع بعض، تحمسنا في المباراه من اولها لاخرها، عشنا الجو بشكل مختلف. طبعا احساسنا احنا كفريق يمثل السعودية إحساس عظيم والله الحمد لله. صحيح. النقطة الثانية أحب أتحمد بالسلامة لأخونا ياسر الشهراني، ونقول كفيت ووفيت، والله يقومك بالسلامة يا بطل، وترجع لنا إن شاء الله وترجع لأهلك سالم غانم. آمين يا رب. وشرفتنا أنت وباقي زملائك. أكيد. طيب نتكلم عن الرماية وأنواعها. طيب أول شيء بس عن المقدمة، أنا اسمي محمد بن خالد بن سعدة. نعم. نعم حالك. أنا أعمل في هذا المجال من طلعت على الدنيا. والدي أسس منشأة من سنة 91 ولا زالت إلى الآن تعمل في هذا المجال اللي هو مجال الأسلحة بشكل عام. الفترة الأخيرة ولله الحمد صار فيه تغير في كل المجالات في السعودية، من ضمنها مجال الأسلحة. صار فيه انفتاح أكثر، صار فيه تمكين للشعب السعودي من تملك الأسلحة وشراء الذخائر، فبدأ موضوع الرياضات خلينا نقول ياخذ مجاله أو يبدأ يتوسع بين المدنيين. كانت أول الرياضات الرماية موجودة في خلنا نقول المناطق العسكرية، يمثل السعودية اللي هم أخواننا من القطاعات العسكرية. الآن الوضع انفتح للجميع، إن شاء الله الأيام القادمة تحمل أكثر مما احنا نمر عليه بكثير. أنا شخصيا تعرفت أو خلنا نقول دخلت على الاتحاد السعودي طلبا للمشاركة في أي مجال من مجالات الرماية. أنا هو الرماية أحبها من صغري. صارت لي الفرصة أني أدخل مع اللي هي احنا طبعا لعبتنا اللي هي الرماية العملية، لها اتحاد دولي اسمه IPSC، يقرأ عادة الأبسك International Practical Shooting Confederation. طب محمد ياريت تعرفنا أكثر عن الرماية العملية. طيب الرماية العملية عموما أتت من خلينا نقول من رحم العمليات العسكرية سابقا، كانت تدريبات عسكرية بعدها تطورت إلى أنها صارت رياضة لما فتحت للمدنيين، انشال منها خلينا نقول العامل العسكري، صارت أهداف موزعة في منطقة معينة، منطقة حركة محددة. الرامي يعطي الحكم يعطي الإشارة للرامي
في بداية الأمر ويحسبون له وقت. رامي يبدأ يجري، عنده أهداف متحركة ما بين صغير ما بين كبير، كرتوني حديدي ثابت، مسافات تختلف، ففيها تحدي كبير جدا، تحدي جسماني، تحدي في التركيز، تنظيم النفس، اللياقة، دقة الإصابة. هي ما بين تحدي في دقة الإصابة ومدة عملية الرماية بشكل عام. ما شاء الله تبارك الله. إيه أنا أشوف أنها من أكثر الرمايات الممتعة، سواء كان يمارسها بشكل احترافي كمنافسة، أو حتى لو كان يمارسها خلينا نقول يعني فور فن أو اي كهواية لتقضية يعني الوقت أو مثلا. طيب كهواية. انت بالضبط. اليوم متواجد في تايلاند في بطولة العالم للرماية العملية، يا ليت لو تحطنا في الصورة بمعلومات اكثر عن هذه المشاركة. طبعا في البداية أنا أحب أشكر أولا وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي، وبعدها أشكر اللي هو اتحاد الرماية العملية اللي يندرج تحت الاتحاد السعودي بالسماح لنا في هالموضوع ودعمنا فيه من الألف إلى الياء. أنا انضميت للفريق صار لي تقريبا سنة، اللعبة كلها بشكل عام جديدة في السعودية. خلال السنة هذه كان عندنا تدريبات ثقيلة جدا، على أساس الحدث هذا نطلع بأفضل طريقة وأفضل شكل نمثل فيه وطننا. السعودية أول مرة تشارك في الورلد شوت اللي هو بطولة العالم للرماية العملية. أجواء كانت خيالية، طبعا أنا أقصد أنها أول مرة تمثل بفريق مدني، احنا فريق مدني بالكامل. اجواء كانت بصراحه جميله جدا، كان في رهبه في البدايه مع اول يوم، مع اول استيجات رميناها بدينا نحس او خلينا نقول ندخل الجو. ممتعه جدا، في كوميونتي او مجتمع لهذه الرياضه في العالم كله جميل جدا. يمكن الصورة النمطية عند كثير من الناس عن الأسلحة أنها ترتبط ممكن بالعنف، ترتبط بالمشاكل، لكن فعليا الأسلحة واقتنائها والتعامل معها سواء كان كحب ولا كرياضة هي ثقافة في العالم كله. صحيح. اللي يعرف يتعامل معها واللي يتعلم أساليب السلامة الصحيحة تكون ممتعة، تكون مسلية، وتكون إن شاء الله آمنة. ونحن أكيد معانا هذه اللقطات اللي قاعدين نشوفها، يمكن وضحت الصورة أكثر وعشنا معاكم هذه التفاصيل والمتعة أيضا في نفس الوقت. ولكن عندي سؤال محيرني محمد، يعني هل هناك سبب لاختيار منطقة اسمها بتايا في تايلاند عشان تكون يعني لإقامة هذه البطولة أو لا؟ طبعا الورلد شوت زي كأس العالم، زي كل البطولات يندرج تحت الاتحاد الاي بي اس سي. كل عدد من السنوات كل دولة خلينا تستضيف نقول هذا الحدث او هذه البطولة. تقدم ملف طلب استضافة البطولة، ويكون في اكثر من دولة طالبة، وعلى اساس يصير التصويت في الاتحاد هذا، وتختار الدولة على الامكانيات، على الترتيب، على يعني في امور كثيره على اساسها يتم الاختيار. طبعا جميل. البطوله تقام كل 3 سنوات، فبالتالي من 3 سنوات وهو محدد انه بتقام في تايلاند في بتايا تحديدا. طيب يعني انا اكيد انه في ما شاء الله تبارك الله كثير من الشباب اللي عندهم هذه الهوايه وهذه الموهبه وحب ايضا الرمايه، فهل يمكن لاي شخص الالتحاق بالاتحاد السعودي للرمايه؟ وايضا يا ليت لو تقول لنا على الطريقه. نعم، رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير خالد بن بندر سوى تويتر أعتقد قبل عدد من الأيام، يمكن قبل 10 أيام تزيد تنقص ما أذكر التاريخ، موجود على تويتر على حساب الرسمي، على حساب الاتحاد السعودي الرسمي، فتحوا الباب. أي شخص عنده الرغبة أنه يدخل للرماية سواء كانت في الرماية العملية،
سواء كانت في الشوزن، في التراب، في السكيت، في رماية البنادق الهوائية، البنادق النارية، في جميع أنواع الرماية. عليه أن يدخل الرابط هذا ويسجل بياناته، والاتحاد يبدأ يتواصل مع الرماة إما للاختيار أو الفرز أو التدريب. أو طبعا هذه إجراءات الاتحاد. طيب ايش انواع الاسلحه اللي بتستخدمونها في السباقات؟ يا ريت لو تعطينا فكره عنها، وهل بتختلف الاسلحه الرياضيه عن الاسلحه العاديه والمتعارفه؟ في البداية خليني أتكلم عن الرماية العملية أو الأبسك. الأبسك يستخدم فيه المسدس، يستخدم فيه البندقية، ويستخدم فيه الشوزن. البطولة هذه مسدس فقط. طبعا عيارات كثيرة تبدأ من عيار 9 ملي، 38، 45، عيارات كثيرة جدا. تقسم البطولة مستويات، اللي هي مستوى البرودكشن اللي هي الأسلحة الغير معدل عليها، بعدين في مستوى الأوبن، ستاندرد، الكلاسيك. كل واحد يختلف آلية عمل السلاح والتعديلات وسماحها. خلينا نمثل مثلا، لو مثلنا مثلا بالسيارات، نعتبر مثلا الأوبن زي الفورمولا 1 والستاندرد زي السيارات اللي تشترى من أي مكان. فالأسلحة عموما، في الأسلحة اللي يشترونها الناس خلينا نقول ستاندرد او عاديه غير معدل عليها، في لها ديفيجن او فئه اللي احنا نتسابق فيها اللي هي البرودكشن. العيارات زي ما قلت لك ما لها حد، مفتوح موضوع العيار، التصنيف على حسب نوع المسدس. جميل. طب من خلال عملك في مؤسسة والدك وكذلك منصة اليوتيوب، كيف شايف الإقبال والتفاعل على هذه الرياضة؟ والله موضوع الرماية بشكل عام، سواء كان كهواية أو سواء كان كاحتراف أو سواء كان كصيد، أنا أعتقد أنه موجود في دمنا كسعوديين وكخليجيين ويمكن كعرب. فما هي حاجة خلنا نقول مستغربة. اليوم الطلب على الأسلحة وعلى الرماية كرياضة وكممارسة عالي جدا. موضوع اليوتيوب توجهت له، أحاول قدر الإمكان في دعم المحتوى العربي في موضوع الأسلحة والرماية، أنه يكون في محتوى مفيد، خلينا نقول أقدر أوصل منه معلومات، نقدر على الأقل نتبادل الخبرة مع الناس. جميل جدا، نحن نتمنى لكم كل التوفيق محمد في هذه البطولة، وفازكم إن شاء الله الفوز والمركز الأول، وترجعون بالسلامة. يعطيك ألف عافية. شكرا لك. الله يعافيك، ما قصرتي. مشاهدينا مكملين معاكم بعد الفاصل ترجمة المشاعر عبر الفن، محطة غنائية مع الفنان سعود عبد الله.